هبتدي انزل قطرات من السحاحة بحرص وبالراحة مع التقليب المستمر. لازم اقعد اقلب باستمرار عشان اتأكد كده، لان هي نقطة اللون هيفضل هو هو يا سنة تالتة، مش هيتغير. اوعى تحسب ان كثافة اللون بتقل دلوقتي، لا، كثافة اللون مش هتتغير غير بنقطة تنزل تخفي اللون ده تماما. هنزل تاني اهو قطرات مع حرص شديد وتقليب مستمر. تك، قطرة واحدة، نقطة واحدة يا سنة تالتة، نقطة واحدة تنزل تخلي اللون عديم زي ما انت شفت فجأة.